عوده لعشر الصحف الاهلي. اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا بقى نروح ونتعرف على اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكمان فروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هنا موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا الفريق كان غادر أمس للمغرب عشان بقى يدخل في معسكر مغلق استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية، واللي النادي الأهلي بيشارك فيها للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أول مواجهة هتكون يوم 1 فبراير، هتكون امام فريق اوكلاند سيتي. ان شاء الله بقى كالعاده يشرفونا ويشرفوا الكره المصريه والافريقيه ويعملوا بطوله كبيره جدا. اما عن ناشئين 2005، فقدروا امس يفوزوا على فريق الاسماعيلي بنتيجه 1-0. ده كان ضمن منافسات الجوله ال18 من بطوله الجمهوريه، حيث هم عملوا مباراه كبيره جدا، قدر يحرز هدف النادي الاهلي اللاعب فارس خالد، وبهذا الفوز بقى يكونوا رفعوا عدد نقاطهم ل 41 نقطه. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة اليد. وسيدات كرة اليد بيستأنفوا مبارياتهم مرة تانية في بطولة الدوري. كان عندهم مبارتين، الأولى كانت يوم الجمعة أمام فريق الطيران، قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 26-18. مباراة تانية كانت امبارح، كانت أمام فريق المعادي، وأيضا حقيقة عملوا مباراة كبيرة جدا وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 28-19. ده بقى ضمن منافسات الجولة التانية من بطولة الدوري. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. المباراة القادمة ليهم إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق الزمالك. طبعا بدأوا بقى يستعدوا للمباراة بشكل قوي، يعني زي ما احنا عارفين إن أكيد مباريات الزمالك بيكون ليها طابع خاص، لكن إن شاء الله بقى سيدات كرة اليد هيكونوا كالعادة على قدر كبير من المسؤولية ويحسموا المباراة لصالحهم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة السلة. ورجال كرة السلة بيواصلوا استعداداتهم، هيكون عندهم مباراة غدا أمام فريق مصر للتأمين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. يعني طبعا زي ما احنا عارفين إن رجال كرة السلة متصدرين الترتيب، الحقيقة محققين العلامة الكاملة، فازوا في جميع المباريات. عندهم زي ما قلت مباراة غدا. خلوني كمان بقى أكلمكم عن آخر مباراة ليهم في بطولة دوري السوبر، كانت يوم الجمعة الفات، كانت أمام فريق المصرية للاتصالات، عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني أنهوا الكوارتر الأول بنتيجة 23-13، الكوارتر الثاني بنتيجة 40-28، الكوارتر الثالث بنتيجة 61-33، والكوارتر الرابع والأخير بنتيجة 84-44. عملوا مباراة كبيرة جدا، هي كانت مذاعة على قناة النادي الأهلي، شفنا الحقيقة أداء كبير جدا. إن شاء الله بقى كمان أيضا غدا يعملوا مباراة كبيرة أمام فريق مصر للتأمين. اخيرا بقى خلونا ننتقل للعبه كره الطايره ورجال الماسترز. رجال كره الطايره كان عندهم مباراتين طبعا في بطوله الدوري يوم الاربعاء والخميس اللي فات، قدروا يحسموا المباراتين لصالحهم. يعني يوم الاربعاء كانوا بيواجهوا سموحه وقدروا يفوزوا بنتيجه 3-1، ويوم الخميس كانوا بيواجهوا بيتروجيت وقدروا ايضا يفوزوا بنتيجه 3-0. ده طبعا ضمن منافسات الدور الترتيبي من بطوله الدوري. متبقي ليهم بقى مباراتين في هذا الدور يوم الاربعاء والخميس القادمين، يوم الاربعاء امام فريق طلائع الجيش والخميس امام فريق الزمالك. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم عاملين حتى الان بطوله كبيره جدا، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. واستكمالا الحديث عن كره الطايره، خلوني اقول لكم بقى انه كمان رجال كره الطايره هيشاركوا في بطوله سوبر المصري. البطوله هتبدا يوم 8 فبراير، وهتقام مباريات البطوله على صاله المقاولون العرب. طبعا يعني البطوله بتقام من دور واحد، بيشارك فيها نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي طلائع الجيش، ونادي الاتحاد السكندري. يعني خلوني اكلمكم اكتر بقى بالتحديد عن مواعيد مباريات النادي الاهلي. هيواجه يوم 8 فبراير الاتحاد السكندري، يوم 9 فبراير طلائع الجيش، ويوم 11 فبراير الزمالك. بعد كده بقى هيتم ترتيب الاربع فرق، الاول هيواجه الرابع والثاني هيواجه الثالث. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال الماسترز. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. خلوني بقى يا كريم يا نهاوند انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي يعني منذ ساعات، ويمكن كمان في حاله من النشاط، بعض الاعضاء بيمارسوا الرياضه سواء التنس او رياضه المشي في تراك النادي. درجه الحراره دلوقتي 19، يعني الحقيقه في اجواء ممتعه جدا على الصبح. كل الاعضاء بقى اللي بيتابعونا تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم. يعني دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي الاهلي النهارده. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.
جميل كالعادة، دايما تغطياتك يعني كافية ووافية يا هانم، نشكرك على هذه التغطية، شكرا جزيلا.